في هذا الطريق الشديد الحرارة يمشي هذا التهامي على عكاز الألم مطرودا من بيته. أنا نازح في ضريفكة ونازح هنا الحوت هذا الذي هبوا في بيوت الأمتارس وطلعوا على البواب أنا الغومات وطلعوا هنا أنا أتعرفنا نمشي ولا أتعرفنا شيء. وهو واحد من كثير نهبت الميليشيا منازلهم وعبثت بممتلكاتهم ليجدوا أنفسهم غرباء في أرضهم وحيدين بلا موى نازحين بلا إغاثة. إنهم سكان المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي في الحديدة الهاربون من الموت إلى الجوع. الحوثيين خرجوا حنا من منازلنا وشردوا حنا وشلوا ما نسلكوا ما نعمله وطوها مخابئ الهون ومتارس. لا تكتفي الميليشيا بتهجير من تحت سيطرتها بل تقوم بالقصف العشوائي على منازل المواطنين في مناطق الدريهمي، وهو ما تسبب بتدمير العديد من المنازل. وأكدت مصادر طبية وصول العديد من الجرحى إلى مستشفى الخوخة بينهم نساء وأطفال. الألغام المزروعة عمدا من قبل ميليشيا الحوثي في طرق ومناطق ريف الحديدة تسبب بعضها بمقتل وإصابة عدد من المواطنين الهاربين من المواجهات. وأكدت مصادر في ألوية العمالقة نزع مئات الألغام في القرى المجاورة لكيلو 16. وقائع كثيرة أكدت أن ميليشيا الحوثي تمارس جريمة التهجير القسري بحق الأسر التي ترفض تجنيد أبنائها في صفوفها. وقدرت منظمات دولية تزايد عدد النازحين في ظل استمرار المعارك على مداخل مدينة الحديدة التي تعيش مواجهات عنيفة بين الجيش وميليشيا الحوثي.